لما تلاقي أغلى الناس نسيوك وجابوك الدنيا خلاص وسابوك، لازم تتغير من جواك وتخاف للناس كلها يدوسوك، تحلم بالمال اللي يقويك وعواطفك ما تأثرش عليك، وتلاقي الناس كلها حواليك فاكرينك قاسي أو مغروم، وعشان الناس دي مش فاهمك بيقولوا أناني في شكل ملاك، لكن لو حد دخل جواك هيحس ان انت ضعيف مصدوم، وعشان الناس دي مش فاهمك بيقولوا اناني في شكل ملاك، لكن لو حد دخل جواك هيحس ان انت ضعيف مظلوم.